ليس هذا مشهدا لأناس قدموا من صحار قاحلة ولا لرحل تقطعت بهم السبل على قارعة الطريق، بل هو واقع مأساوي لأربعة ملايين نسمة يتهددهم العطش في تعز. بالصهاريج إذن تمد المدينة بالمياه، وبذات المشهد يصطف ساكنو الأحياء حول تلك الخزانات باحثين عن قطرات ماء يصارعون بها الظمأ ولو لساعات. أشوف بس الوقت لما يجي وأنا القطر ثنتين تجيب الماء ويصير أعبي الماء، ما بشي ماء أبدا، الماء معنة الماء. أسمع صوت الوقت فوق، أشوف الدباب بس ثنتين مين فوق، الماء هنا ما فيش ماء بمدينة تعز جدا. حصل من خمس دباب من ست دباب على مضرب لا تقدر لا ترانا الشق الحرمة عيشة لو ما يجي لونا. والله الشق الحرمة عيشة أنا عيشة، كل واحد معه قصب ومعه ثنتين، واحد حصل عشر دباب، واحد ما فيش واحد لا تأخرت ما تحصلش. محظوظ جدا من يحصل اليوم على المياه بتكلفة ما قبل الحرب، فإلى الضعف تقريبا ارتفعت القيمة الشرائية لما تحمله الناقلة الواحدة، ومعها تفاقمت معاناة الساكنين. استغلال إذن لحاجة المواطنين للمياه دفع الغالبية من ملاك الناقلات إلى رفع أسعار حمولتها بشكل جنوني. أسعار الوقت مرتفع مع أنه سعر الديزل غالي، وصاحب البير يبيع من 7000 يقول لك الديزل غالي، والألفين اللتر احنا عندنا نبيعه في 8000، والزفاف يعني كامل 6000 لتر بعد يبتاع ب 24000. نعاني أولا من شحات المياه هنا في المنطقة، لأن منطقة مقاربة للجبهات، وثانيا أنه الرايتات غالية جدا، والمشاريع المشروع من هنا مقطوع من قبل يعني من أول الحرب، ما لقيت مشروع مياه ولا أي حاجة. 8 أعوام من الحرب قضت الميليشيات فيها على كل شيء جميل في تعز، حتى على المياه، إذ قطعت ما نسبته 80% من المياه المتدفقة من منطقتي الحوبان والحيمة الخاضعتين لسيطرتها، لتتقلص بذلك مصادر الضخ المغذية للمدينة من 65 بئرا قبل الحرب إلى 23 بئرة. فائل سعيد لقناة العربية، تعز.